قوانين بلادي. بعد أن افترينا في مناطقنا الوسطى والجنوبية، اليوم حطينا الرحال في محافظة بغداد الحبيبة، وتحديدا في منطقة بغداد الجديدة وعشائر بغداد الجديدة، اللي يقولون احنا أسرة واحدة، ماكو مسمى العشيرة الفلان وعشيرة فلان. اليوم احنا متواجدين في منطقة بغداد الجديدة، وراح نتوجه بالحديث إلى السيد طالب الصرخي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعزك سيدنا. أبو حسام، اليوم هسه احنا شلنا اسم العشيرة مال المرشح، لأن أنتم اليوم كل عشائر بغداد الجديدة اليوم متواجدين هنا بمضيفة، وما قبل أن يقول عشيرة فلان، قال أنا كل بغداد الجديدة هي عشيرتي. واليوم ما شاء الله كل الوجوه اليوم ملتمة يمنا ومن كل الأطياف ومن كل العشائر. اليوم أريد أعرف أنا السناين، هسه خلينا نسولف على السناين، هسه خلينا نعوف أسماء العشائر. اليوم بغداد إلها سناين صارت خاصة بيها وحدها. لما كنا في محافظات الجنوب، محافظات الوسط، مرورا في عدة مضايف، من أجيب لطاري بغداد يقول لي لا توقف لهنا، أنا بغداد إلها صارت سناين وحدها. اليوم الشيخ ما يقدر يسيطر على بغداد، شلون هاي شيخنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بخدمة مشايخنا وسادتنا أهالي منطقة بغداد الجديدة. الله محييهم. أنا سيد طالب الصرخي، شيخ عشيرة السادة الصرخة الحسنية بالعراق. أحسنت. الله يعزك. فإحنا اليوم هاي العشيرة أو هاي التجمع مال بغداد الجديدة، إحنا نقول كشدة الورد. أنعم وأكرم. من كل أطيافه. بينا أشكال العشائر، وبين أشكال الطواف، بين المسيحي، بين الكردي، بين السني، بين الشيعي. وهاي بغداد الجديدة ما تأثرت مثل باقي المناطق بهاي التنازعات وبهذا السقوط. يعني ما صير بها مشاكل؟ قلة المشاكل، بس تحتويها هالمشايخ والسادة. بالدليل اليوم احنا من نصير اطلاع بعد شمر نعرف الشيخ ابو محمد. من الصير طلاب بعد جبور نعرف ابو وسام. احنا هاي مشايخنا كلها. من الصير عند الخزاعل نعرف ابو رياض. اليوم من الصير عند بني لام نعرف الشيخ رزاق. فهاي عمامنا كلها الاعظاميه معروفين. فقلت لك بغداد كسله الورد من كل اطياف. اما السناين تقول اليوم حال اختلفت هنا. اختلفت ليش؟ لان اكو دخلاء اجت على بغداد. مين ذول الدخلاء؟ شو هم كلهم عربنا وكلهم دخلاء؟ خلنا اسولف لك. دخلاء اجت من بغداد، يعني هسه ما نزحت من بغداد من كل المحافظات. صار بيها نزحت من كل المحافظات نزحت. اليوم شيخ العشيره ما عنده ذاك السلطه على كل عشيرته حتى يقول لابويا اوقف انت، هاي تصير وهاي ما تصير. شلون بالله هاي فسر ليها؟ خلنا انا اسولف لك. لكثره المشايخ. كثره المشايخ. العشيره اليوم ها طلع منا ابو رياض الخزعلي، اليوم طلعوا من يمه فد 20 30. شلون طلعوا يعني كسرهم؟ طلع بطلابه، ما له باله اللي يريده، ما له باله اللي يريده. هو مطلبه غير مطلب، والشيخ مطلبه غير مطلب. الشيخ ايش ينظر؟ ينظر خلفه، ينظر وراء عشيره، وراء قبيله. خلينا نروح للاستاذ عادل. استاذ عادل نقول لك اهلا وسهلا بك. اليوم الطلبه الصيح الغوث. اليوم أنت عندك أمانة وعندك رسالة لكل الطلاب ولكل مدارسنا. اليوم الأمانة اللي يعني اللي حملوني إياها بعض المعلمين والمدرسين، قالوا إحنا قمنا نناشد شيوخ العشائر. شنو شيوخ العشائر يناشدهم؟ بالأمان. يعني مدرس ومعلم قام ما يأمن على روحه، ما يقدر يحاسب لطالب. شلون هاي أستاذ عادل؟ التعليم وين وصل ليا مرحلة؟ تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العملية التربوية تمر بمرحلة كلش حساسة ومهمة وخطرة، ومشاكل كثيرة ومعوقات عديدة. إذا أريد نتطرق هي موضوع الحس بالأمان للمعلم. تعرف الشارع العراقي تغيرت هواي مفاهيم وسلوكيات. سابقا كان المعلم ما نقول داخل المدرسه وانما خارج المدرسه. هم يقولون قف للمعلم وفي له التبجيل. الى مكانته واحترامته ولهيبته.
من قبل الشارع والمجتمع. حاليا المعلم داخل المدرسة داخل الصف يهان ويتعرض إلى مشاكل كثيرة. قوانينكم أنتم شنو الردع لها؟ إحنا ما عندنا قانون غير قبل فترة البرلمان العراقي شرع قانون حماية المعلم ضمن ببعض الحقوق منها عقوبة السجن والغرامات المالية لكل من يتعرض أو يسيء أو يعتدي على الكوادر التربوية والهيئات التعليمية. إلا قانون حماية المعلم ما يقوى إلا بدعم من الشيوخ العشائر والمجتمع صراحة. يعني هيك هالدرجة وصل المعلم قام يخاف ويحتمي بالشيوخ العشائر؟ طبعا، لأن هسه حاليا نقول القانون الذي يحكم القانون الدولة هو قانون العشائر. يعني بعد قانون الدولة؟ إنما بعض الأعراف العشائرية أعراف يعني أقوى من قانون الدولة. مثلا يعني عندنا بعض الحالات أنا أسميها طرائف دائما لما نتكلم بها طرائف عندنا بالتربية، يعني تصير حالات اعتداء يعني يروح للجانب الدولة أو الجانب القانوني يقول أنا بالجانب القانوني مالي يعني جانب العشائر مالي علاقة به، أنت والعشيرة مركز الشرطة أو الجهة الأمنية أنا العشائر ما تدخل بها. والضغط هو يحس به المعلم منين هو ضغط العشائر داخل المكان. عندنا حالات طرائف راح أذكر واحدة من عدين. تفضل. يعني أحد الحالات شخص ولأمر طالب توفى داخل المدرسة جاي راجع يسأل على ابنه توفى داخل المدرسة سبحان الله بهاي اللحظة قاموا المدرسة قاموا يعني الصفوف يقاموا المدير والمدرس اللي استدعى ولي الأمر إيه صار سبب وصارت عطوة وفصل لا إله وعز المدرسة غلقت لأيام ما تم انتهى من المشكلة إلا بعد صار فصل. ناية الدولة عجزت تعجز عن تحاكي تحاسب لا ما تعجز عن تحاكي الأعراف العشائرية ما تقدر تدخل. حاليا الأعراف العشائرية أقوى من القانون. زين هسه خلينا نروح لوزارة التخطيط. وزارة التخطيط دورها تخطط، هسه تخطط لمن؟ تخطط للبنى التحتية نقول تتعب، تخطط للمدارس هم تتعب. هسه اليوم بإحصائية عندنا نقص عندنا 10,300 مدرسة، هم أنا أقول العدد أكثر يفوق هذا العدد. اليوم عندنا مدارس طينية بعدها، هسه نبرجعنا رجعنا للكرفانات، هاي شلون أستاذ عادل شلون تنحل هاي المشكلة؟ أقول سوء تخطيط. يعني مع شديد الأسف المفروض بناء المدارس يتوسع مع حجم النمو السكاني، أكو نمو سكاني مقابل عدم وجود توسعة بالبناء. لم يقتصر فقط عدم بناء وإنما هدم المشكلة، يعني صار هدم ببناء المدارس طبعا سببت لنا مشاكل كثيرة. أكتف وياك أنا بهذا القدر أستاذ عادل ونورتنا إن شاء الله. حفظك وسلمك الله. أعزائنا المشاهدين خلينا نروح المرشح، المرشح اللي يريد يغير واقع العراق. هسه اليوم مو هو اللي يغير، احنا نريد نغير بصابعنا. اليوم اذا مو انا وانت اصابعنا نخليها بنفسجيه ونختار الصحيح كل شيء ما نقدر نسوي. السلام عليكم استاذ هيثم. وعليكم السلام استاذ. الله يعزك استاذ هيثم. المواطن يريد يعرف منو انت، نريد السي في مالك، انتمائك، قائمتك، ائتلافك، رقمك التسلسلي ويا المشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رحب بالضيوف الكرام شيوخ وجهاء بغداد الجديدة، كل الهلا بيهم. هم أهلي وناسي وأخوتي وعشائرنا. واني بالبداية ما قبلت أن أقول هو مضيف بني طرف لأنه مضيف أنا بغداد ما قلت أنا الجديدة. ما قلت أنت طرف وأنت قلت فهم مضيف بغداد الجديدة وأنا كل أنتمي لشيوخ بغداد الجديدة عام. الله يحفظك. بالنسبة لي أغلب أهل بغداد الجديدة يعرفوني الاسم هيثم علي كاظم الطرفي أبو زهراء، بكالوريوس علوم إسلامية، أعمل في المجلس البلدي منذ عام 2004 ولحد الآن في خدمة أهالي بغداد الجديدة، وعملي متواصل مع أهالي بغداد الجديدة. وعملت في المجلس البلدي من ضمن لجان فعالة وهي لجنة الهجرة والمهجرين واحتواء المهجرين في بغداد الجديدة، وكانت أغلب الشيوخ اللي موجودين هم شاركونا بهذا العمل وساهموا به.
في هاي العوائل اللي نزحت من مناطق عديدة، وعندي تواصل مع اللجنة الدينية في المساجد والحسينيات والمواكب في ضمن قاطعة تسعة نيسان وبغداد جيدة، وتواصل مستمر في هذه الفترة اللي خدمت بها في المجلس منذ 15 سنة. انت قلت لي اعرف السي في، وانا من العوائل الشهداء اللي ضحوا من اجل العراق، الوالد واعمامي الاربعه منذ 1980. الله يرحمهم برحمه الله يرحم والديه. فهذا اللي قدمته هاي العائله من ذاك الوقت لهذا الوقت، واحنا لحد الان سائرين. بارك فيكم ان شاء الله. الله سائرين لخدمه العراق واهل العراق وبالخصوص اهالي بغداد الجديده. صار الترشيح انا من ضمن قائمه ائتلاف النصر. قائمة ائتلاف النصر وهي القائمة حاليا من الوجوه الجديدة والناس اللي أصحاب الخبرة وأصحاب الشهادات، وهذه القائمة في برنامجها هم عازمة على محاربة الفاسدين. فحسب ما سمعنا من رئيس الوزراء بأن هذه أول من يحاسب أنفسنا. أحسنت. قبل أن نحاسب غيرنا. وهذه الخطوة اللي أصبحت للقائمة تغيير 93% من القدماء، يعني تغيرت القائمة بالجدد 93. فهذا العمل إن شاء الله مستمر، وأني رشحت نفسي من طلب من أهالي بغداد الجديدة، أغلب أهالي بغداد الجديدة. يمكن أنا لآخر فترة ما كنت أعزم على الترشيح، ويمكن عندي بتواصل ويا كل أخوتي شانا، وبعدين قالوا لا لازم أن نترشح، فبدت هذا الترشيح إن شاء الله، وأكون أني في حسن ظنهم إن شاء الله. حسن ظن. وعملت في بغداد لو تواصلت وياهم منذ 14 سنة. هسه خلي ما عندي انقطاع. هسه خليني أنا أرد أسألك. أنت اليوم وظيفتك في المجلس البلدي. نعم. وبغداد تستغيث، خلي أقول عليه. نعم. مو تستغيث ولا؟ فعلًا. اليوم مطرة صغيرة، اليوم نفيض كنا نفيض. زين هسه أنت بدورك مؤسسة خدمية على تماس مباشر مع المواطن، ما لقينا حل لهاي المسألة مال المطرة؟ لو ندعي بعد ما تمطر يا رب شلون والله. الحل موجود والحكومة ما سعت له. الحكومة سعت بالحكومة. الحكومة ما سعت له، الحكومة التنفيذية. حكومة رقابية. من هي الحكومة التنفيذية؟ هسه احنا ما نريد نطعن بجهة معينة، بس اريد نقول اكو فد حل هسه هو من ضمن، ما نحكي ببرنامج السياسي خاف يقولون خرق للانتخاب هذا لل... لا هذا يطلع هو بالانتخابات وحتى المواطن يعرف. إيه. بالنسبة لبغداد، بغداد ما تنخدم بالصورة الصحيحة إذا ما تتقسم إداريا صحيح. كمثال قاطع تسعة نيسان اللي نشغله احنا، اعطينا المناطق مالته تسعة نيسان. انا ما اعرف تسعة نيسان، راح اعد لك اياها. انا راح اعطيك مساحته وراح اعد لك هذا القاطع. هو مسمى بالدوله يعرفه باسم قاطع تسعة نيسان، معروف ولدى المواطن معروف. قاطع تسعة نيسان انا مواطن ما اعرفه والله. مساحته 288 كيلو متر مربع. منين اللي وين؟ من جسر دياله ينتهي مستشفى الجمله العصبيه. هذا عرضا لحد معمل جيجار الاورفلي، وانت ماشي طولا من شارع محمد القاسم ينتهي بحي السعاده بصاف خان بني سعد. شنو الخطه اللي عاديها الى هذا؟ هذا لازم يتقسم اداريا. لحد الان هو ناحيه، لحد الان بالتقسيم الاداري ناحيه. نفوسه 1,800,000 عادل محافظتي السماوه والديوانيه. وهي ناحيه. كيف الناحيه تخدم هاي النفوس؟ شلون يعادل السماوه والديوانيه؟ السماوه 700. 700 مليون و300؟ لا 950. 11 عضو مجلس نواب به. وهذا القاطع لا يوجد به عضو مجلس نواب ولا عضو مجلس محافظه الا اربعه في المعامل، اعضاء مجلس محافظه فقط في منطقه المعامل. سبق وان قسمناه اداريا وسميناه بتسميات، سميناه فوصل الى مجلس محافظه، من وصل الى مجلس النواب اختفى هذا التقسيم. هسه اليوم التداخل السياسي، اليوم انا اذا ما لي حصه احنا نريد نقضي على هاي، ليش احنا راح نروح نغير؟ ليش نغير؟ نعم. نريد نقضي على المحاصصه. هسه اليوم يقول له انا امين العاصمه، انا امين على العاصمه وانت امين على الاطراف. هسه اليوم الامينه تشتغل بالداخل والمحافظ يشتغل باطراف بغداد. عم هاي شلون هاي؟ انتم فهمونا انتم يا الملتزمين هاي المكانات الخدميه. اليوم هسه احنا ندري بكل دول العالم اكو محافظ. نعم. امين لهاي العاصمه ويخطط ويسوي ضمن اختصاصه. اليوم انا اذا مو هذا من فلان حزب ما اخليه، اذا مو من فلان مكان انا ما اخليه. اليوم وين الطاقات مالتنا؟ وين راحت؟ قائمة ائتلاف النصر عازمة على عدم المحاصصة في الدولة القادمة. ان تطلب ناس كفاءات تعمل بها الكفاءات واصحاب الاختصاص. والله نتمنى.
واصحاب الاقتصاد، هذا اللي عازم عليه الائتلاف ومن ضمن برنامجه، من ضمن برنامج هذا برنامجك انت اللي راح تقدمه، برنامج اللي قدمته. انت سالتني قبل شويه وقلت لك هي اسعى لتقسيم الاداري لبغداد الصحيح للمواطن. اولا يخدم المواطن بالخدمه الصحيحه. المبالغ والموازنه من تجي راح تجي بالصوره الصحيحه، مو ان تجي لناحيه بغداد جديده كمثال كذا مبلغ من ناحيه، ايش راح تسوي لهذا المساحه اللي 288؟ ايش تشتغل بيها؟ ايش تسوي؟ عندنا دائرتين بلديه، الغدير وبغداد الجديده. الدائرتين البلديه وهذه البقعه الجغرافيه ايش تقدر تشتغل؟ ايش تقدر؟ ما راح تقدر. من يصير تقسيم اداري صحيح، وراح تصير احنا مثل ما قسمناها ثلاثه اقضيه، قاطع 9 نيسان وسميناها بالتسميه قضاء الغدير وقضاء بغداد الجديده وقضاء المعامل. هذا العبء اللي جاي احكي مو بس عندي، واقع في منطقه النهروان والمدائن في نفس الوضعية. منطقة النهروان هذه الشاسعة كلها تتبع على قضاء المدائن. نحن الزعفرانية كذلك، الكرادة كذلك، هذه المناطق ما مشمولة بالتقسيم الإداري الصحيح على مود تجيها مبالغ صحيحة وتقدر المسؤولين اللي بيها يعملون بالطريقة الصحيحة. زين خلي أجيك هسه. هسه اليوم أمانة بغداد قاعد تجبي جبايات عظيمة. عظيمة، أموال عظيمة دا تروح شهريا تدخل إلى موازنة، مو خزينة الدولة، لكن ما نعرف هاي الأموال وين تروح. اليوم كثير من الأقضية والنواحي في بغداد هي ما مخدومة. اليوم عم الكابسة عندنا ما تدخل، مناطقنا ما تدخل. اليوم أنتم كستوا مجلس بلدي هسه ما شاء الله، أنا شفت اليوم بغداد جديدة نظيفة حلوة، لكن في باقي أقضية ونواحي بغداد ليش النفايات مكومة؟ أستاذي الفاضل، القصور في دوائر البلدية. دوائر البلدية دائما تقلص من عمالها اللي يعملون ضمن البقعة الجغرافية. صحيح. بسبب عدم المبالغ، اكتفاء المبالغ، موازنة ما عندها أمانة بغداد. بالموازنة هم ما خصوها، اعتمدوا على التومين الذاتي. بس يا أستاذي الفاضل، أمانة بغداد هي مو شريكة مع المواطن. جاي تفرض عليه الجبايات وجبايات المهنة بمبالغ، أكو قانون لجباية المهنة. هذا القانون راح تروحون تشرعوا له قانون بالبرلمان، وهو قانون موجود. موجود عم شوية خدمة المواطنين. القانون استيفاء من المواطن جباية الرسم، وهي جباية 10% من قيمة العقد المتعاقد ما بين المؤجر والمستأجر. زين. دائرة البلدية تتذرع بأن هذا العقد ما مصدق من البلدية. زين. من ما مصدق هسه احنا هم جايين نقول لابو البلديه يابا اخذ من عنده مكان 10% خذ 20، مو تاخذ 50% و60% ان هو ما مصدق العقد مالته. زين زين. فهذا في مجلس نواب يراد له تشريع ويراد له قانون ثابت. هذا ابو المحل، ابو المطعم، لازم ناس تحميه. شو نريد منك انت من توصل لهناك؟ ان شاء الله بوجود هاي الناس الخيره نريد المواطن انت تحميه وتشرع له قانون يخدم المواطن ويخدم الأمة العربية كلها إن شاء الله. هسه أريد أروح الشغلة عندنا بغداد. هسه اليوم إحنا السيطرات عندنا على قدم وساق، مو؟ اليوم أكو بعض السيطرات يعني ما نقدر نفوت منها. اليوم بغداد شلون يخترقها الإرهابي وشلون يخترقها المفخخة وشلون تخترقها ذني؟ اليوم مجلس النواب في منأى عن هاي السيطرات. لو هو بس يجي جامته مظللة ويصعد ومهم يعبر السيطرة وما له دخل بغيره. العفو، سبق وأن شرعوا قوانين من رئاسة الوزراء برفع بعض السيطرات الغير مهمة من بغداد. احنا هاي الغير مهمة، ورفع الكتل الكونكريتية من بغداد. زين. من صار العمل على هذا الأمر هسه يمكن بغداد الجديدة انفتحت كل شوارعها، إلا بقت عندنا شوارع معدودة ما وافقت عليها قيادة العمليات بغداد بهذا الوقت بسبب القطعة الماسكة للأرض. القطعة الماسكة للأرض تقول هذا الشارع مهم وشارع حيوي وهذا ممكن يصير بعمليات إرهابية. فقيادة عمليات بغداد أن تستمع لصاحب القطعة الماسكة لأن هو أعرف بمنطقته. فهذا العمل اللي جاي يصير في تأخذ. فهسه قائمة، هم أكرر بقائمة النصر، تحالف النصر، تحالف النصر، وهي عازمة على فتح الشوارع المغلقة نهائي ورفع بعض السيطرات اللي غير مهمة في المنطقة. خلينا نروح وياك على مشروع ما يكسر قلبك من تمر عليه
مشروع القناة هذا يدمي القلب مو يدمي القلب. أنتم كمجلس بلدي ما تقدرون تتدخلون بهاي المشاريع اللي خلينا الوهمية خلينا نقول عليها، هذا وهم ما يدمي القلب، هذا ستقلد يدمي القلب. أستاذي الفاضل بالنسبة كمجلس البلدي، المجلس البلدي جهة رقابية بدون قانون، هم بدون قانون أي نعم، هواي عندنا قانون غايب، قانون هواي غايب، أكو قانون سنة مجلس محافظة وهو القانون 21 من سنة 2008 زين، هذا القانون ما شمل المجالس البلدية تعمل به لأن المجالس البلدية غير منتخبة. إخوان سوولها انتخابات للمجالس البلدية، سوولها انتخابات، إحنا معنا انتخابات والله يا ريت كل شيء يصير بقانون نمشي وياه. انت تريد تفعل دور قانون 21، يا اخي اجري انتخابات على مدير يجي المنتخب يعمل بقانون 21 يخدم المواطن. فمشروع القناه اللي 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 ما عرفنا اصلا من المقاول اللي يعمل به ومن اللي اشتغله ومن يا دا من يا مكان محال وما عرفنا لحد هذا اللحظه المشروع ايش قد مكلف وين. استبشرتوا خير به المشروع هذا من شفتوه؟ والله احنا من شفناه بالبدايه قلنا هذا خير من اول ما بدا، من بدايته من صدر القناه، من صدر القناه اول ما بدا. شو بعدين من وصل لهنا مو بنجر اصبح ما له وجود، يعني ما له وجود. احنا انتهت حلقتنا وبجعبتنا هواي حكي بس الوقت ما يسعف. مواطننا البغدادي، انا راح اخص البغدادي، اكو عرس انتخابي راح يصير بعد ايام ان شاء الله، وريد كل المواطنين مع المرجعية اللي كل جمعة من ساحات ومنابر الجمعة الصيح وتستغيث وتقول روح للزين، انت روح للزين ودق بابه. اليوم الزينين عندنا هواي بس الموزينين اكثر، والموزينين اليوم قاعد يطرقون أبواب المواطنين بوعود كاذبة ويقول له راح أنطيك وراح أسوي لك وراح أخلي لك، يسوي لك الدنيا خضرة أو كأن المواطن العراقي عايش بجنة خضرة. اليوم إحنا كل اثنين ثلاثة نسولف بالسياسة، القعدنا بقهوة سولفنا بسياسة، القعدنا بجامع رحنا نصلي صلاة جمعة سولفنا بالسياسة، نسولف بالسياسة من أجل الواقع المرير، ما نسولف نقول راح نشيل فلان ونخلي فلان، لا، لأن الفاسد أخذ من عمرنا، أخذ 14 سنة، 14 سنة مو شوية من عمرنا، ومناطقنا بدت تتهالك، الأراضي الزراعية ما بقت عندنا، كل المسؤولين استولوا عليها وأخذوها وقاموا يبيعون بها. اليوم احنا نريد ثورة بنفسجية. شنو هاي الثورة البنفسجية؟ انتخابات على ابواب، واليوم الزينين يستحي يدق بابك ويقول لك انا زين، بس الفاسد يدق بابك، والله بس الفاسد، لان هذا يريد يتربع على السلطة مرة ثانية ويدير شؤونك، بس شؤونك من يديرها انت ما تدري ايش طب لك ايش طلع لك ايش راح ايش سوى، انت كل شيء ما تدري. لهذا نقول اليوم الوعي العراقي أصبح في قمة من الوعي، خلينا نقول عليه في قمة من الوعي، لأن اليوم المدرس يحث الطلاب يقول له روح انتخب الزين، شيخ العشيرة يقول أنا ما أستقبل الموزين، إمام الجامع يقول أنا ما أستقبل الموزين. اليوم خلينا أنا وياكم نروح ننتخب الزين، لأن العراق يريد زين ثمان له.